Pelantikan Pengurus Ormas Lindu Aji, Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Temanggung di Gor Pamuruncing 6 Mei 2018. Acara yang pertama, pembukaan. Marilah kita buka acara pada kesempatan kali ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Gus Shafiq Muafi. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhannas taqu rabbakumul ladzi خلقكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب طيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حبا كبيرا وإن حفظتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن حفظتم ألا تعلموا
تلو فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.